طيب الإمساك عما شجر بين الصحابة، أنا بس بذكر لك شنو موضعين بس، كتابين في كتب كثيرة لكن اختصارا للوقت، وأخواننا في المحاضرات بيّنوا الكلام ده. طيب أنا أذكر لك موضعين بس عشان نمش للبعادة ونختم إن شاء الله تعالى. الموضع الأول أو الكتاب الأول ده اسمه إجماع السلف في الاعتقاد، دي أشياء مجمع فيها، حاولوا الكتاب ده اغتنوه. إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني، ده تلميذ الإمام أحمد، تلميذ الإمام أحمد زي ما هنا دي موجود في ترجمته. والكتاب ده تقديم فضيلة الشيخ الدكتور، أو تقديم الدكتور، فضيلة الشيخ دي الفوزان الألباني قال بدعة، فضيلة الشيخ، تقديم الدكتور محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، تحقيق وتعليق أسعد ابن فتحي الزعتري. طيب أو الزعتري، في الكتاب ده إجماعات، ده تلميذ الإمام أحمد، بنقولها عن أحمد عن الإمام أحمد، وبعضها بيذكر الإجماعات دي من علمي وهو من تلاميذ الإمام أحمد. طيب دي إجماعات، شغل مجمع فيه، مجمع عليه، قال صفحة 70: ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة، ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم أو مساويهم، والخلاف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصوا أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو جل أو دق أو جل أو دق أو جل أو جل، المهم مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة إلى آخره. قال ده مبتدع رافضي، مبتدع رافضي، وقال خبيث كمان مخالف، كلها الثلاثة دي بتنطبق في محمد مصطفى، رافضي دي أمرقة، رافضي أمرقة. بعد ذلك قال مبتدع خبيث مخالف، ورافضي ما مرقناه خلافا للإجماع، لكن الإجماع على أن هذا من صفات الروافض، ده من صفات شنو؟ الروافض، أنا ما نقول هو رافضي لكن بنقول شابهن، شابه الرافض. طيب ده الإجماع، خالف الإجماع الزول ده محمد مصطفى ده والله. تاني في كتاب مختصر السيرة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صفحة 270: إجماعات محمد مصطفى خالف إجماع عديد والله كلام عجيب، إجماع بخالف هذا الرجل أصله ما في نبض، خليه شفته قصير وطويل وعنده ما عنده كله خليه، بس خالف الإجماعات هذا الرجل، خالف الإجماعات الضال، ضال لأنه ما اهتدى إلى الحق، مبتدع لأنه أتى ببدعة خالف فيها أهل السنة، ونوصح كما اعترف هو، وأصر وأبى أن يتوب، ورد عليه العلماء فأبى، وخالف القرآن الذي ذكر الصحابة للفقراء المهاجرين إلى آخره، وذكر نياتهم، فقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخره. والآيات الأولى ديك برضو ذكرت النيات بتاعتهم. طيب قال صفحة 270 محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وأجمع أهل السنة، وأجمع أهل السنة، سؤال بخالف إجماع عديل، على السكوت
عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا يقال فيهم إلا الحسنى، فمن تكلم في معاوية وتكلم ولا ما تكلم أو غيره من الصحابة، ما تكلم في كثير من الصحابة، صحابة اقتتلوا في السلطة، والصحابة كم نفر؟ الصحابة آلاف مؤلفة، آلاف بعد الفتح وحنين 10,000 و12,000، والحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام 10,000، والفتنة فيها 30 يعني لو الصحابة فيهم 12,000 إلا 30 ما خشوا في الفتنة. الصحابة 12,000 إلا 30 ما خشوا في الفتنة، ودخلوا في الفتنة نيات حسنة، إما مجتهد مصيب وإما مجتهد شنو مخطئ، وما أرادوا السلطة، وإنما قاتل من قاتل من أجل دم شنو عثمان أو بسبب هؤلاء المجارم المجرمين الذين أرادوا الفتنة. 30 و30 معذورون وما قاتلوا في السلطة. تقول الصحابة هون 12,000 ما أخذ، يا جماعة الكلام ده بيجي هسه أنا لما أقول أنصار السنة وما أذكر القادة وما خطأ في القادة، أذكر لي 20 في غرية هناك كذي، أقول أنصار السنة ديل بيعملوا كذي وكذي، وبالعشرين الأتباع الزنبيون شنو الجماعة ده ما ظلم؟ ليكن انتو ذاتوا ما ظلم يا حزبيين، يا حزبيون ظلم، وانتو كم صحابة؟ تقول الصحابة اقتتلوا في السلطة ولخدمة من وعشان تنصر شنو؟ طيب قال ولا يقال فيهم إلا الحسنى، فمن تكلم في معاوية أو غيره من الصحابة فقد خرج عن الإجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. ده كلام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة الواسطية، هذا كتاب التحد. إجماعات غالبة محمد مصطفى، وصول من وصول أهل السنة والجماعة. أنا بس بقرأ لك ده، خلي كلام العثيمين أنا شخطته هنا، فيه كلام طيب جدا لكن نحن اختصارا لوقت، بس أنا أقرأ لك جزء بسيط. قال من أصولي، ده كلام من تيمية، قال من أصول أهل السنة صفحة 432 في شرح ابن عثيمين، طيب مكتبة الرحاب. من أصول أهل السنة الإمساك من الأصول، يعني أنت بتكون خالفت شنو أصلا من الأصول. من أصول أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، وأن منهم المعذورون ومنهم المجتهد المصيب ومنهم المجتهد المخطئ، بس والمجتهد المصيب والمجتهد المخطئ الاثنين بين أجر وشنو وأجرين، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن حكم فأخطأ فله شنو أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم. اختصار الوقت.